كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. تحكي عن قصة الجد الطفل الذي يتم في الصغر وانتقل لأسرته في كباره. الرواية تعالج مجموعة من القضايا الإنسانية مثل الفقر، مثل الألم، مثل الجوع، مثل الانتقام، مثل الغفران إلى غير ذلك. وذلك قدمت نظرة مغايرة للصراع العربي الإسرائيلي. كنتمنى ملي إصدارة أخرى نشوف فيها جميع هذه المقاربات، لا الأدبية ولا القانونية ولا السياسية ولا الاقتصادية. شخص اسمه علي بن البصير، في شخص اسمه المعلى، قال: لعمر الحكيم لم يسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن إن الدنيا قشعرت وصوح نفسها روعي الهشيم. وبديهي أن ينتج إصدارة فكرية، وسنأتي على ذكرها بعد ذلك. من هذه التوليفة نتساءل ونطرح إشكالاً كبيراً ورئيسياً، هل هذا العمل الروائي ديال الجدة من الغفران هو أول عمل روائي مطول بالنسبة للدكتور المراكشي، وعنده إصدارات أدبية أخرى ولكن من صنف القصة. هذا أول عمل روائي، وهذا العمل حقيقة امتاز مع المجموعة ديال الخصائص، إذ أن ابتداءً أسلوب الأدبي وأسلوب الكتابة بالنسبة للأستاذ المراكشي عرف واحد التطور كبير انطلاقا من القصة وانتهاءا بالرواية، فضلا عن أنه تحكم فيه بشكل كبير من ميكانيزمات العمل الروائي، وأيضا كيعالج قضايا متعددة وملحة. فاستحضر في الكتابة ديالو الثنائية ديال الدم والغفران، على أن كل واحد فينا فيه جانب سلبي وطبعا كيمثلو جاد أثناء العمل ديالو كمنظف أو كإنسان كيقوم بالعمل ديال القتل تحت الطلب، ولكن في نهاية المطاف الغفران انتصر على الدم، وهي رسالة موجهة إلى أن الإنسان خصو يتحلى بالخصلة ديال الغفران. هذا أهم ما كاين في هذا، وشكرا لكم. هذه الرواية بالخصوص حاول أن يقارب إشكالية الصراع الإسرائيلي العربي، وخصوصا مرحلة التطبيع ربما يحاول أن ينبز من بعيد على يعني البرغماتية المجتمع أو برغماتية المؤسسات الحاكمة التي تنظر إلى الواقع بنظرة إيجابية. لا يمكن أن يطول هذا الصراع إلى أمد غير محدود، وبالتالي التطبيع جزء من الحل.